نكهة أو صبغة أخرى ومختلفة من قبلكم بتسليط الضوء على شخصية فلسطينية. حدثنا أكثر عن طبيعة فعاليات هذا اليوم وعن مدى أهميته أيضا بالنسبة للكل الفلسطيني ولتول كرم بشكل خاص. صباح الخير أخت وفاء. صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين. اللقاء نحن في وزارة الثقافة دائما في 13 بلدي نحتفل بيوم الثقافة الوطني الفلسطيني، وهناك العديد من النشاطات تكون في كافة أنحاء في كافة المحافظات الوطن. في هذا العام احنا راح يكون النشاط يوم 16/3 في محافظة طول كرم، حتى يتسنى لمعالي وزير الثقافة الحضور. جاء النشاط والاهتمام بالشاعر علي فودة من خلال إعاز من عطوفة المحافظ اللواء عصام أبو بكر لكي نحتفل في علي فودة، ولكن احنا في كافة المحافظات دائما نحتفل في شعرائنا وأدبائنا ومناضلينا ممن كتبوا وكان لهم العديد من الأعمال والفنانين. هذا اللقاء راح يكون وتسليط الضوء على الشاعر علي فودة، الشاعر الكرمي ولاجئ من كنير وابن مخيم نور شمس. الكثير من أبناء الوطن وأبناء المحافظة بيعرفوش أن الشاعر علي فودة هو ابن محافظة طول كرم، لذلك سيكون هناك تسليط الضوء على هذا الشاعر الشهيد المناضل القائد يوم 16/3 عندنا في محافظة طول كرم. طب هل الفعاليات في اليوم الثقافة الوطني ستقتصر على يوم واحد أم سيسبقها فعاليات أو يتلوها فعاليات مختلفة وأنشطة في مراكز أو حتى مع حشودات طلابية؟ نعم، احنا في احنا كمحافظة طول كرم هناك عندنا برنامج راح يكون في عنا سلسلة نشاطات في كافة، يعني في حوالي 4 نشاطات في كافة المناطق أو التجمعات، في منطقة عنبتة، في منطقة دير الأخصون، في الكفريات، في المخيمات، راح يكون في عنا نشاط نشاط نشاط. وهذه الأنشطة هي تتحدث عن أدباء وشعراء وفنانين ومثقفين هذه المنطقة اللي رحلوا عنا وتركوا إرث ثقافي في للوطن. نعم. طب أستاذ منتصر، يعني لماذا هذا الاهتمام والتركيز على الشخصيات الأدباء؟ نحن نتحدث عن أدباء شعراء سواء ممن رحلوا أو بقوا على هذه الأرض الفلسطينية وأيضا ممن هجروا أيضا من حدود الوطن، يعني هذا التركيز لابد وأن له مغزى فيما يتعلق أيضا الأجيال القادمة. نعم، احنا في يوم الثقافة الوطني هذا اليوم هو جاء منذ 4 أو 5 سنوات نحن في وزارة الثقافة نحتفل بهذا اليوم، هو يوم مولد الشاعر محمود درويش. في هذا اليوم بتم تكريم شخصية العام الثقافية، شخصية اللي هي تم اختيارها من خلال لجنة، هناك لجنة مكونة من شخصيات ثقافية وهناك بعض الأعضاء من وزارة الثقافة على مستوى الوطن، بتم اختيار هذه الشخصية ودائما باختيارها بكون من الناس نقول المتقدمين بالسن اللي لهم أعمال لها بصمة لها أثر. فكل سنة بيكون في هناك إن نشاط للناس الأحياء، يعني إحنا بهمنا نحتفل ونكرم الأدباء والمثقفين والموسيقيين والمسرحيين وكل من له اهتمام بالثقافة وهو حي، ولكن في الفترة الماضية كان في هناك العديد من المثقفين والشعراء اللي تم تكريمهم، يعني ممكن في أمسي في ندوة، ولكن عطوفة المحافظ أصر أنه يكون عندنا في محافظة طول كرم يوم 16/3 يكون تكريم للشاعر الشهيد علي فودة. وإحنا على مدار السنوات الماضية يعني في محافظة طول كرم كرمنا العديد من الشعراء الأحياء والأموات. يعني وإن شاء الله يعني سنكون ومتابعة وفعاليات اليوم يوم الثقافة الوطني بمختلف مناطق الأربع التي تم سردها قبل قليل. منتصر الكم مدير مديرية الثقافة في طول كرم، شكرا جزيلا لك.